وزي كل خميس حلقة حبر سري شهدت تصريحات ساخنة وجريئة من الفنانة كارول سماحة مع الإعلامية أسماء إبراهيم، وكان ردها مفاجأة لكل اللي في الاستوديو لما سألتها أسماء إبراهيم عن رأيها في المساكنة. أنا ماني ضد المساكنة، ماني ضد المساكنة إذا كانوا الشخصين بعيشوا نفس طريقة التفكير وعيالهم موافقة، بس إنه واحد يعيش مساكنة ببلد بالمخفى بحس ده غريب على مجتمعاتنا العربية. لا، المجتمع العربي بحس إنه ما رح يكونوا مرتاحين، إنه عم بيعيشوا شيء ما إنه مرتاح. فكل إنسان يعمل شيء بيتأقلم اللي بيلبق أو بيليق على مجتمعه أو بحس إنه قادر يعمله قدام الجميع. إذا بمصر قادرين يسكنوا قدام الجميع يعملوها، إذا لا بدهم يحترموا المجتمع. بس إذا بدك تحكيني بشكل عام، منا هي فكرة كتير سيئة المساكنة، إذا بدك منا فكرة سيئة، بس بعرف إنه الأديان بتتدخل وبتقول لا الدنيا بتفلت.